عبادة تركها في عنقنا حتى نغر عينه كما كان دائما يتمنى ويرجو بتحرير أرضنا وبرجوع شعبنا إلى أرضه. نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويعفو عنه ويعافيه، والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.